سيدي سليم، راني متواجد هنا بمحطة الخدمات كحول. راني تلاقيت كومبارازار مع فرقة التدخل السريع اللي كانت في حفلة نهاية السنة. هذه راهي عاد مطلوبة داخل وخارج الوطن، راهي في كل حفلة تحضر. في تربص مغلق قال لي راني ريبيتيو، وين تكون الزردة والماكلة يركبوا في الباشي ويديماريو. زيد واش نقول لك، كيما راك تشوف لهنا، واحد حكم البندير وواحد حكم القصبه، وكل واحد كي راه يريبيتي. يسمى راهي ما بقاتش في تاع السبور برك، في الستاد وفي الملاعب، راه ولاو يريبيتي، وحتى في القصبه راه في كل مكان موجود متواجدين. احنا جينا نديروا تربص، احنا في فيفري نديروا الافتتاح تاع المحطه هذه تاع سليمان كعلون. رانا نحضروا في رواحنا نديروا في التربص تاعنا، معايا الفرقه تاع الكساسبا البنادريه، حنا رانا فرقه تدخل سريع، وين تعيط برك نجي بالغبار ونجي. اسما راك متحضروا للافتتاح ان شاء الله تاع المحطه؟ اكيد اكيد رانا نحضروا في المحطه، الافتتاح تاع المحطه، محطه تاع اخونا سليم كحول. حذر استعمال البارود اللي هنا، راهي ممنوع البارود اللي هنا، اللي هنا رانا قصبه وبندير برك. كيفاش حتى جاتك الفكره باش تفتح في الدوار اللي هنا، فيه دوار سمارة؟ اولا السلام عليكم، نشكر تي في قناه بير تي في على الزياره اللي جاتني ان شاء الله لهنا. هذا المشروع هذا حلمت عليه كي كنت صغير شويه، وتبعته وسعيت وطلبت ربي سبحانه، واليوم الحمد لله وفقني ربي في هذا المشروع، وحليت كي نقولوا فرع من العلمه، مدينه العلمه نقولوا، كاين مدينه العلمه وهذا فرع بلديه صغيره من العلمه ان شاء الله، في جميع الخدمات المشروع هذا، في محلات، فيه من كل قاعة الحفلات، فندق ربع نجوم، وهذه كل من توفيق من عند ربي سبحانه. على واش يحتوي هذا المحطة هذه، واش فيها كامل؟ فيها أول محطة الخدمات، فيها مقهى، مطعم، سوبيرات، دوش، مرش، يعني حمامات، يعني جميع المرافقات كاينة موجودة. ومشاريع مستقبلية واش راك ناوي تزيد الدير لهنا إن شاء الله؟ إن شاء الله دوكني راح نبدأ في قاعة الحفلات تكون جاهزة، والفندق أنا معاه ماشي فيه ثاني مليح إن شاء الله. 2022 إن شاء الله 23 يفتح كلش، مشروع يمشي يشغل كامل. فندق وقاعة الحفلات. وقاعة الحفلات. نعم. وبالإضافة لهذا الشيء واش كاين ثاني؟ فيه مشروع راني خمم فيه إن شاء الله، لا ثاني نسعوا فيه، ونطلب سيد الولي ولية سطيف اللي راه مشجعنا ثاني وماشي معنا، ويشتري يخدم وجا عنده نفحة مليحة في الطموح. ونشكر ثاني رئيس بلديه العلمة هو سي طارق حشاني، ثاني واقف معايا في الوثائق في كلش، هما شجعوني بزاف. واش ناوي دير ان شاء الله؟ عندي فيه مشروع كبير، فيه بيسين، يعني تاع اول تدخل الجزائر اول مره. اكوا بارك ولا؟ اكوا بارك، وفيه بيسين تمشي تاع الموجه. اي ان شاء الله. هذه موجوده في مدينه الصين. صايم كلش موجود تاعها ان شاء الله. تجيبها من الصين؟ من الصين واجده ان شاء الله. هذا مصحاب دوار مسكن، يعني يحمدوا ربي ويقولوا الحمد لله اللي وفقهم ثاني ربي معايا. كانوا يروحوا يجيبوا القاروره تاع الغاز من مدينه العلمه، يعني كما يقولوا الكرسه تاعها برك 40000، وهي دير 20000. اليوم ان شاء الله راهو يجي يهزها بيدو ب 20000 خدام، بين صاحب المحلات وبين المحطه تاعي انا. 50 عام لها موظف يا موظف، انا عندي 26 خدام. الله يبارك. وصحاب المحلات 24 ان شاء الله، تقريبا 50. هذه على مستوى المحطه الخدمات، من النشاطات الاخرى فيها ان شاء الله. هو المشروع كامل الانجاز كي يخلص تقريبا 100 120. نعم. تسمى العمال اللي دخلتهم هنا كل من المنطقه تقريبا، من هنا الشباب تاع المنطقه، تاع المنطقه لهنا. نعم نعم، هم يفرحوا بزاف على المدينه الجديده اللي حلت جديده. شوفوا الديكور هكا، دوك حنا كي نشوفوا الديكور هكذا نقولوا روحنا رانا في الخارج، يعني في البلاصه، يعني في الخارج. المواطن راهي خاف يقول لك، لان الاسعار راهي كما نقولوا باهظه. كيف راهي الاسعار اللي هنا تاع السفيرات؟ نعم اسعار، يعني شهاده الله ذاك مدينه العلمه كامله موجوده لهنا، ولايه سطيف كامله موجوده لهنا، كامل يقضيوا لهنا. اسعار يعني ما كاش اسعار اللي كما في تحطيم الاسعار، يعني تحطيم تحطيم، ومدعم اصحاب المحلات، واقف معاهم ومدعمهم ان شاء الله. والحمد لله التجاره راهي ماشيه الحمد لله. ونشكر ثاني النفطال على مده النفطاله، خاصه هنا الديبو تاعنا كيف يقولوا له، يعني نشكره بزاف لان راه مدعمنا واقف معنا، البضاعه راهي واجده، الوقود كامله واجده عندنا. وراك بصراحه تتبع الحصه تاعنا ما نتقضل؟ اكيد اكيد نتبعها، تبعها، وخاصه خونا سليم نتبعوه بزاف، يقيس مع الزوالي ومع ذاك، رايح للمنطقه تاعي وين نديكم، وين اللي زادوا فيها جدودي، احنا زدنا هنا في العلمه زادوا فيها جدودنا. وين هي؟ هي انا قلت زرقاء مريوت. مريوت. الله يبارك.
لازم نزوروها. مادام راهي المنطقه تاعك وذاك على ما حاولتش دير مشروع ثم في مسقط راسك يعني؟ شوف حسب المعلومات نتاع اهلي ووالدي واش عطوني واش وصوني انا خلفتها لهم، راني كتبت لسيد الوالي باه يكون واضح عنده الوذا هذاك، راني كتبته بدرت مدرسه قرانيه باسكو المنطقه تاعنا راهي وكل تقرا 60 وذاك وكل الطلبه، كان يسهل لي سيد الوالي يعني سنه تخدم ان شاء الله. واليوم راني في المسجد، في المسجد راني نقرف الاولاد يقراو، كل عام نضرو 24 20 ونكرمهم ونديرهم يقراو 60، كان اللي يقرا 10 احزاب، كان اللي يقرا 15. كان المسجد في الدوار تاعكم دايرين؟ ديما نديرو في المسجد الدوار. نعم الحمد لله نديرو ثم. اذا بالتوفيق. إذن أعزائي المشاهدين كما راكم تشوفوا في هذه الأجواء، نلتقي بكم في حصة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم.